أحرص على الصوم وأنا صغير. العلم في الصغار كالنقش في الحجر. من هذا المنطلق يواصل المعلم حسني ورفاقه في حلقات تعليم الصغار بحضرموت عرس مفاهيم الصوم وتعميق حبه في نفوسهم، وحثهم على محاولة صيام شهر رمضان، كون التدريب من الصغر والترغيب على التزام الصوم يسهل عليهم آثاره عند بلوغ سن التكليف، وكذا الإلمام بأحكامه الشرعية. نعلم أبناءنا الطلاب الصغار من أجل أن يتعودوا على الصوم، وثانيا نغرس الصوم وهم صغار من أجل أن يتعلقوا به. رقم ثلاثة تعويدهم حتى يكبروا عليه في الصغر، لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر. بعض الطلاب يصوم والبعض الآخر لا يصوم. أكثر الطلاب الذين يصومون وهم في الصف الرابع، الصف الخامس، الصف السادس. أما أصحاب الصف الأول والصف الثاني فإنهم يتعودون على الصوم من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ثم يفطر، وبعد ذلك من بعد الإفطار من بعد صلاة الظهر إلى المغرب. تمثل المفاهيم عن الصوم التي يتلقاها الأطفال في الحلقات القرآنية جزءا بسيطا مكملا لما يجب أن يتلقوه في البيوت، وهو ما يتطلب وعيا من أهاليهم حول السن المناسب لبدء الصيام وطرق ووسائل تدريبهم على الصوم، بعيدا عن بعض الأساليب التي تتبعها بعض الأسر والمؤدية إلى نفور الأطفال من الصيام. بالنسبة لصيام الأطفال في هناك مقترحات كثيرة في قضية صيام الأطفال. من هذه المقترحات أن الطفل في بداية الأمر خاصة في العشر أيام الأولى، ثم تكون في العشر أيام الوسطى، ثم العشر أيام الأخيرة. في العشر أيام الأولى يحاول يعني أهل البيت أنهم يعودون الأطفال أنهم يعني يصومون متى ما قاموا من نومهم حتى وقت الظهر. عند وقت الظهر يعطى لهم بعض الأطعمة والأشربة، هذا في العشر أيام الأولى. في العشر أيام الوسطى يحاول أهل البيت أنه يكون الطفل يتسحر معهم حتى ما بعد الظهر مثلا، يعني هناك تقريبا الساعة الثانية ونصف مثلا قبل العصر قليلا يمكن يعطى بعض الأطعمة والأشربة. أما في الأيام العشر أيام الأخيرة يكون يعني صيام كامل من السحور إلى المغرب، فيفطر مع الأسرة. أخطاء تربوية قد تكون فادحة يرتكبها كثير من الأهالي في طريق غرس مفاهيم الصوم في نفوس الأطفال، مؤدية لنتائج عكسية، ما يتطلب دورات تدريبية مكثفة لاحتواء هذه الأخطاء وإرشاد الأهالي لأفضل طرق تدريب الأطفال على الصوم وفقا لأسس علمية ومن جهات الاختصاص. لبرنامج الديوان عبد المجيد باخريصة، حضرموت.